تاني. قلنا الكلاس ميثودز او الكلاس فانكشنز هو مفهوم ان احنا بندخل جوه الكلاس الفانكشنز. زي ما احنا قلنا ان الكلاس هو عباره عن كونتينر بنحط جواه كل البلو برنت ديفينيشنز. يعني كل الحاجات الاساسيه ديفينيشنز اللي تمشي على كل الايه النوعيه دي من البشر. فمن اول انواع اللي هاخدها اللي هي الكلاس الميثودز او الفانكشنز. نعرفها عادي كلمه ديف عليها بكل حاجه، بس المختلف اللي فيها ان احنا لازم يكون اول باراميتر فيها واول ارجمنت فيها اسمه السيلف، اسمه السيلف. تمام؟ وسيلف دي مقصود بيها الاوبجكت او الانستنس اللي هيكلم الكلاس، عشان اقدر افرق بينها ما بينها ما بين كل ايه اوبجكت واوبجكت، لان كل اوبجكت بيبقى ليه تمثيل، بيبقى عباره عن تمثيل مختلف عن الاخر رغم ان هم نفس الكلاس. ولذلك بنفرق ما بينهم كلمه سيلف. تمام؟ ممكن السيلف دي بتبقى كل واحد عامل لنفسه في الميموري جانب مختلف عن الاخر، ولذلك بتبقى قيم مختلفه وعملياته مختلفه. مثل الدكتور نيو. نعم؟ مثل النيو لما تعمل انت النيو اوبجكت لما تحجز في الميموري، مش نفس المبدا؟ لا لا، النيو كانت كي وورد اساسيه بتستخدم في بعض اللغات لعمل الكونستراكت. نعم الكونستراكتور. احنا ما عندناش هنا الفكره دي، يعني الفكره دي عندنا هي بس مجرد لو احنا بصنا على المثال اللي احنا كنا كتبناه واشتغلناه مع بعض، هي بس الكونستراكتور عندنا بنكتب اسم الكلاس ونفتح قوس ونقفله وخلاص. نعم الكونستراكتور هنتكلم عليه كمان شويه. هنا الوقت بس في الفانكشن باختصار، انا جوه كلاس اسمه بيرسون، قلت ديف انفو وبعت كلمه ايه؟ سيلف بس، وابدا اشتغل عليه جدا. يعني بينا ناخد الدكتور، عفوا انا ما فهمت سيلف هنا بالضبط ايش مقصود فيها يعني. طيب إيه بعدين حضرتك؟ نعم هي السؤال كان مقطع. سيلف مقصود بيها تمييز كل اوبجكت عن الثاني من الكلاس، يعني بطلع كذا اوبجكت من الكلاس، فسيلف دي بتميز كل اوبجكت خدته من الكلاس، صح؟ تمثل كل اوبجكت. لازم اكتب سيلف عشان ابقى كده ده خاص بالاوبجكت ده. اكيد ده خاص ستود، اكيد ستود 1 دلوقتي، ستود 2 الاثنين بينادوا على عارف الفانكشن، عندك طب فانكشن. لو جيت قلت ديف مثلا وقلت ويلكم مسج مثلا، عملت فانكشن اسمها ويلكم مسج، اولا لازم ابعت لها حاجه اسمها ايه؟ سيلف. تمام؟ وابتين خلاص اللي هتبقى هو الفانكشن اللي انت عايزه. مثلا انا هعمل بس فانكشن بسيطه جدا، اقول له برنت مثلا ويلكم تو مثلا ستودنت كلاس، اي حاجه. او طبعا مكان كلمه برنت دي احنا ممكن نحط اي ايه؟ اي اوامر احنا عايزينها، يعني فيما بعد هنتعلم الاوامر الكتيره اللي احنا ممكن نبدا نشتغلها يعني. لكن هي بس مجرد بس ويلكم يعني. وهبرنت ليكم كمان اللي هو السيلف. ماشي؟ خلي كده دي فانكشن عاديه جدا، هل في اي حد في عنده اي تساؤل فيها؟ هي بس من السيلف القريبه. تمام. مشكله عفوا الصوت قطع دكتور، بس يعني هسه الان انت عملت ميثود فانكشن. طيب. اوكي و... نعم. ايوه انا كده معاك. نعم دكتور. دكتور انت عملت فانكشن وحطيت باراميتر سيل، ايش بقصد في السيل هاي؟ اللي بيرجع الكلاس اوبجكت؟ هو اصلا المفترض ده بيش سيلف بتشيل بتشير هنا الى الستود 1. ولما يستخدمها ستود 2 تبقى بتشير الى ستود 2. ولو استخدمها ستود 3 هتبقى بتشير الى ستود 3. تمام؟ طب كيف بتاشر عليها انه بده يستخدم اس دي 2 3؟ ايه يعني الان مثلا سيلف
انت قلت انه ممكن تشير على الاس دي دي 1 الاس تي دي 1 ستودنت 1 خلينا نحكي. طب كيف بده كيف بده يعمل بوينتر على الثاني؟ مش قادر افهم السؤال قوي، بس انا عارف المشكله، بس ما فهمتش الجمله اللي انت قلتها، بس انا عارف المشكله. انت عايز انا تعقيبا على كلامك، انت بتحكي انه السيلف هذه بتعود على الاوبجكت رقم واحد صح؟ على الاوبجكت اللي بينادي. اللي بينادي هو كيف بدك تنادي؟ ما هو ستود 1 دلوقتي مش عملت اوبجكت؟ نعم. هيستدعي او هينادي على الويلكم مسج صح؟ نعم. وكذلك ستود 2 ده ممكن يقدر يستدعي او ينادي ويلكم مسج. فهي هتبقى تمثل السيلف، هتبقى تمثل الستود 1 لما يكون بينادي ايه على الويلكم مسج. لما يكون ستود 2 هو اللي بينادي هتبقى بتمثل مين؟ ستود 2 وهكذا. هيك فهمت تمام؟ نعم. في 5 لاحظ معايا حاجه بسيطه. قال لي ويلكم تو ستودنت كلاس. مش مشكله. تمام. لكن تعالى بقى بص السيلف شايله ايه؟ شايله ان المين في ستودنت وده اوبجكت، والاوبجكت ليه هاش كود. والاوبجكت ليه هاش كود. الهاش كود ده اكنه كود ايه؟ يماثل او يطابق الاوبجكت، كل اوبجكت في الميموري بيبقى ليه كلاس كود، بيبقى ليه ايه؟ كلاس كود. كود. تمام؟ الستودنت اللي هو اوبجكت ستود 1 اخذ الكود ده، لو تلاحظ اخره اي 88 صح؟ الاوبجكت الثاني لما جه قال ويلكم تو ستودنت كلاس تمام؟ وجيت انا لقيته جوه المين ستود واوبجكت، ولقيت بقى ايه ان الهاش كود بتاعه اي سي 8، يعني ده اوبجكت في الميموري غير المكان ده بتاع الاوبجكت ده في الميموري. في اثنين عندي. دي سيلف اللي عملت كده دكتور صح؟ سيلف اللي عملت كده، ميزت كل واحد عن الثاني. معلش ايه العملي ميزت كل واحد عن الثاني؟ ما جمعتش. سيلف يا دكتور، سيلف. السيلف دي اللي الصوت مش واضح برضو؟ لا معلش بيقطع شويه بس هفهم ان شاء الله. بقول لحضرتك سيلف هي اللي ميزت كل اوبجكت عن التاني في الميموري. بالظبط. جات له مكان في الميموري. بالظبط. ولذلك بيقدر يتعرف عليه، يعني ايه؟ لو انت دلوقتي جيت تحسب حسبه هنا ما بتطبعش كلمه، انت هنا بتشتغل شغلانه على بيانات للستودنت الاول. من خلال السيلف هو بيعرف انت تقصد مين، فبيروح على الميموري عند اي 88 ويجيب بقى بقيه بياناته ويشتغل عليه. نفس الفانكشن جيت تشغلها على اوبجكت تاني، فبيروح يعرف الاوبجكت تاني من خلال الاي دي بتاعه، من خلال السيلف يعني، ويروح يشوف بياناته فين في الميموري ويشتغل على بيانات تانية خالص. يعني تخيل ان انا بقول له مثلا ايه، بقول له اطبع الاسم، هو مديني فيرست نيم واللاست نيم، وانا الفانكشن بتاعتي تجمع الفيرست نيم واللاست نيم بس، فانكشن عبيطه خالص، تجمع اللاست نيم مع الفيرست نيم. ماشي. الفانكشن دي لما اكون بكلمها من السود 1 اللي اسمه احمد علي، غير لما اكون بكلمها من الاستود 2 اللي اسمه مثلا محمد ابراهيم. لما بيروح على السيلف هنا بيلاقي دي اي 88، فيقول لك اه ده مين؟ يروح جايب بياناته من الميموري يلاقي احمد وعلي، فيقوم جامع لك على بعض احمد علي. نفس الفانكشن هي ترن بس على الاوبجكت الثاني اللي اسمه محمد ابراهيم، فتروح جايب على الميموري في الاي اخرها اي سي 8، ويدور على اسمه ايه في اسم لاست محمد ابراهيم ومجمعه محمد ابراهيم. فبالطريقه دي هو بيبدا يميز ما بين الايه الاوبجكتس المختلفه عن بعضها، يبدا يميز ما بين الاوبجكتس المختلفه عن بعض. فالسيلف دي مهمه. وصلت؟ نعم دكتور. تمام. طبعا بعض اللغات الاخرى او اغلب اللغات الاخرى ما بتهتمش بكلمه سيلف، خلاص هي بتبدا تتعرف على كل اوبجكت بشكل اوتوماتيك يعني. لكن هنا في البايثون بنضطر نعرف كلمه سيلف عشان هي الكلمه المباشره اللي بنتعرف من خلالها الحاجه بتاعتنا. تمام. طيب في نوع، توصلت الفكره يا شباب؟ وصلت؟ ممكن اخد مثال متطور شويه. خلينا ناخد برضه في الفانكشن زي ما احنا، لو جيت قلت ديف اي فول نيم مثلا يعني،
اول حاجه لازم ابعتها مين؟ السيلف صح؟ تعال نقول ان احنا نبعت الفيرست نيم وهنبعت اللاست نيم. فور اكزامبل يعني بسيط عشان اوريكم بس الفانكشن بقى لما تيجي تاخد ارجيومنت هتاخدها بعد السيلف. بعد ايه؟ السيلف يعني مثلا برنت يور نيم از مثلا مش عامل دوكيومنتيشن your name is وقمت حاطط هنا first name وspace second او last name. بس تستخدم اف دكتور حرف الاف فورمات تمام وليكن ما تطبعهاش حتى يعني كدولة تتمنعها يعني تاخد بس مش طبعا لو الستودنت 1 هو اللي عايز ينادي هيقول ستود 1 صح دوت الاقي في حاجه اسمها الفول ايه؟ فول نيم قال لي اديني الفيرست نيم قلت له احمد كوما علي تلاحظ ان ما بعتناش السيلف احنا ما بنبعتوش كأن لم يكن يعني صح كده؟ هو دكتور لانه السيلف هو يعني بس باختصار هو اوتوماتيكلي بيأشر على يعني الميموري في هذا الاوبجكت صح؟ يعني بالظبط نعم خلاص هو بيعمل العمليه اللي قلناها دي كده يعني بدون تدخل منك نعم تمام؟ طيب انا دلوقتي عملت اثنين السود الاول كان محمد علي والسود الثاني خليته محمد ابراهيم وجيت قلت اف 5 اه طبعا ما طبعناش لان طبعا احنا ما عملناش برنت هنا ما بتعملش برنت بتعمل ريترن فبتعمل ريترن في الشارع يعني ما حدش بيستغل القيمه اللي راجعه انا عشان يرترن القيمه اقول له اطبعها بس واقول له كده اف 5 قال لي ادي الويلكم وقال لي يور نيم از ايه؟ احمد علي ده طبعا ده الاوبجكت الاول وقال لي يور نيم از محمد ايه؟ ابراهيم ده الاوبجكت الايه؟ الاوبجكت الثاني. مفهومه الفانكشن؟ نعم. ثاني ايه؟ خلاص مفهومه انا بشيل هنا بحط كل الايه؟ طبعا ايه المفهوم؟ المفهوم ان انا بحط هنا كل الفانكشنز المتعلقه بالستودنت. ما اروحش احط فانكشن مثلا متعلقه بالانستراكتور. جوه الكلاس اللي اسمه ستوري ده كده غباء لان اصلا الفكره فكره تقسيم فكره ايه؟ ان انا بقسم الشغل بتاعي عايز اجمع كل الفانكشنز بتاعت الستودنت جوه الستودنت الفانكشنز بتاعت الانستكتور جوه الانستكتور الفانكشنز بتاعت الاكزام جوه الاكزام كده واقسم الشغل بتاعي بقى عشان الدنيا ما تبقاش ايه تايهه في بعض بالذات لما السيستمز تبقى كبيره تمام؟ هاخد نوع صغير او نوع فرعي من انواع الفانكشن نوع فرعي من انواع تمام؟ مهم جدا او انواع الميثودز. نوع اسمه الكونستراكت، نوع اسمه الايه؟ الكونستراكت. نوع من انواع الفانكشنز العاديه جدا. ايه بقى الفكره بتاعت الكونستراكتورز ديت؟ الكونستراكتور ميثود او فانكشن انفوكيد اوتوماتيك يعني ايه؟ لما اجي بنادي عليها بيتنادى عليها اوتوماتيك الفانكشنز لو المثال اللي احنا كنا لسه عاملينه عشان انادي على فانكشن اسمها ويلكم مسج انا اللي بنادي وبكتب اسمها انا عشان انادي على فانكشن اسمها فول نيم انا بنادي وشغاله صح؟ اول اختلاف اهو الكونستراكتور لا بيتنادى اوتوماتيك طيب بيتنادى اوتوماتيك ازاي؟ قال لك اول ما بتعمل نيو اوبجكت من اي كلاس هو بيتنشيتد هو بيشتغل هو بيبدا يبقى اول مع الثاني معلومه اول ما عملت ستود 1 بيساوي ستود 2 الكونستراكت بيشتغل اول ما عملت ستود 2 بتساوي ستودنت 2 ستودنت الكونستراكت بيشتغل يبقى هنا ده ايه؟ ده ايه بالنسبه لنا تمام؟ الكونستراكتور تمام؟ الكونستراكتور هنا الكونستراكتور عمل رن بس ناخد
سيف كده عشان بس ما اضغطش. لا ما اخدت ولا مش عارف انا عملت نسخه مش عارف. الكونستراكتور هنا بيعمل ايه؟ بيشتغل بيبدا يشتغل بسبب القوسين دول بس. لان ده اسم الكلاس كنت ممكن ستود 1 بيساوي ستودنت وخلاص. لكن عملت القوسين دول عشان ده دول يشيروا الى الكونستراكتور. بيرن بالكونستراكتور تمام؟ يبقى عرفت كم اختلاف الكونستراكتور اول اختلاف. اول اختلاف بيرن ايه؟ اوتوماتيك. عن الميثود العاديه. تمام؟ بيرن اوتوماتيك. تمام؟ بيرن امتى؟ اول ما النيو اوبجكت كريت اوبجكت بين كريت نيو اوبجكت اول ما بكريت نيو اوبجكت بيرن ده وقت الكونستراكتور ماست هاف ا سبيشال نيم. يبقى الميثودز انا بسمي الاسم اللي على مزاجي الميثودز والفانكشنز بتاعتي بسميها زي ما انا عايز. لكن الكونستراكتور لازم يكون اسمه اندر سكور اندر سكور انيشيت اندر سكور اندر سكور اسمه كده طبعا بالسبيشال بارامتر اسم سيلف ده اكيد يعني كرييتيف باي نيم اندر سكور اندر سكور انيش يعني البدايه انيشيت يعني فكرتها انتجر ايه؟ فكرتها انتجر عشان قلت بدنا نغيرها سترينج اي اي زيرو الانت انتجر لكن ده انيش ان اي ان تي اختصار كلمه تجهيز او تاهيل او بدايه لان اصلا الكونستراكتور هو بنسميه حدث الولاده اصلا حدث الولاده عشان كده دايما هو بيرن اوتوماتيك وبيبدا معاه الاوبجكت دي اول اوبجكت دي بيعمل له عمليه ولاده بدايه جديده في الميموري وتجهيز للفاريبلز بتاعته وكل حاجه فبنسميها انيشيت تمام البدايه يبقى ده اسم الايه؟ اسمها الايه السبيشال بتاعها هو كده تمام؟ طيب ده ثاني اختلاف. The first parameter أو first argument of each method in a class must be self. احنا خلاص المعلومة دي مش أقدر أقول إن هي معلومة مميزة لأن هي اللي موجودة في الميثود هي اللي موجودة في الإيه؟ في الكونستراكتور تمام كده؟ ماشي ولا مش ماشي؟ نعيدها يا دكتور نفسها يعني نفس ال هي. مش هي اي 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 مثل كنا بنعرفها ان تحط تحت كلمه سيلف في الاول نعم طب لو خلنا كلمه اوبجكت هتشتغل عليها يعني عادي المهم ان اول بارامتر هو المشهور اللي احنا بنكتبه ايه كلمه ايه سيلف ده مشهور لو جربت كلمه اوبجكت كده اي حاجه يعني مش مشكله بس هو اول فاريبل هو ده السيلف هو ده المقصود بيه الفكره اللي احنا شرحناها على الرغم ان احنا ممكن نغيره على الرغم ان احنا ممكن ايه نغيره ماشي ككلمه يعني طيب بيقول لي وانت بتنادي طبعا ما بتحددش قيمه للسيلف لان هي دي ايه بتتاساين انترنالي في البايثون طب دي شرحناها فدي بالنسبه لي ما فيهاش فيها جديد ودي بالنسبه لي ما فيهاش فيها جديد يبقى الجديد بالنسبه لنا في الاكستراكتور يبقى في دماغك دايما ثلاث حاجات اساسيه بيران اوتوماتيك اول ما بنعمل اوبجكت من الكلاس واسمه دايما انيشيت طب دكتور ماشي اوكي دكتور هسه الكونستركتور مثلا ما بقدر مثلا يعني مثلا في بعض اللغات نحن بننشئه وبنحط له ديفولت باراميتر يعني اوكي عادي هذا بتقدر تعمل هيك؟ ما قلتهاش ليه؟ لان هي عادي زيها زي اي ميس بعدين انا بقول دلوقتي الفروق الثلاثه ما بينه وما بين ما بين كلمه فانكشن لكن انا اقدر ابعت له باراميتر زي اي فانكشن اي برامتر طريقه طب طريقه كتابته نفس الميثود هاي؟ ما احنا قلنا طريقه كتابته نفس الميثود عادي بس لازم يكون نفس الميثود العادي تمام؟ نعم يعني لو حبينا نعمل ديف تمام؟ اندر سكور اندر سكور اي ان اي تي تمام اندر سكور اندر سكور ده كده ده هو كده عرف اوتوماتيك ان دي ايه؟
ان دي كونستانت ايه اللي سيلف وقفلت القوس والكولون واكتب اللي انا عايزه اي حاجه اكتبها هنا هتشتغل ايه اول حاجه يعني لو جيت عملت برنت انت قال ايه فيرست each object خلاص كده انا جبت كده اول جمله في اي اوبجكت تمام اي جمله اول جمله في اي اوبجكت اول اوبجكت في اي اوبجكت وهطبع لك السيلف هنا يا دكتور بعد اذن حضرتك هو انا مش فاهمه بس حته انيشيت دي يعني مقصود بيها ايه بالظبط يعني مش عارفه مش فاهمه انيشيت انيشيت انا اللي اعرفه ان هي يعني حاجه بدائيه بدايه يعني هي جايه من انيشيال مقصود بيها ايه هنا؟ هي ما هي معناها انيشيت يعني تجهيز او تاهيل او بدايه وانا بقول دايما هو استخدام فعلي في الواقع يعني انا بنبه مثلا البايثون ان انا داخله على كونستراكتور استعد ان انا اجهز كونستراكتور ولا ايه؟ يعني اخدها بالمعنى ده؟ والله صوت بيقطع برضه يا دكتور مش عارفه من عندي ولا من عند حد تقريبا من عندك انت لان انت الانترنت عندك ده لان انت بتتكلمي الصوت بيقطع وانا بتكلم معاك اكيد الصوت بيوصل متقطع فتقريبا ليه؟ يبقى من عندي انا يعني معلش قولي فانا بقول لحضرتك يعني هو المقصود هنا بالانيشيال دي ان انا بنبه البايثون ان انا داخله على كونستراكتور استعد يعني انا استقبل مني كونستراكتور ولا ايه؟ هو الكلمه ممكن اقول كده يعني؟ ايوه هي الكلمه معناها بصي الكلمه دي في بعض اللغات الاخرى يعني اغلب اللغات الثانيه عشان بس تبقوا فاهمين في لغات اختارت ان تبدا بكلمه نيو يعمل ديف نيو لازم يكون اسمها نيو تمام دي بعض اللغات سميتها كده وبعض اللغات الاخرى بعض اللغات الاخرى قالت لك لا سيم نيم اوف كلاس يعني ايه يعني انت عامل كلاس اسمه ستودنت يبقى الفانكشن الكونستراكت اسمها ستودنت تمام وفي لغات زي البايثون قالت لا يبقى اسمه انيشيت هي مش فارقه معانا الاسم في حاجه تمام المهم ان انا بعرف الكونستراكت بكلمه اساسيه عشان يعرف يميزها عن باقي الفانكشنز انا اعرف ان دي ان دي ان دي انستراكتور ازاي كونستراكتور ازاي يبقى هي دي بقى بتنبه بقى ان ده كونستراكتور هو بس بيعمل اسم عشان يعرف ان ده كونستراكتور في لغات على فكره كمان في لغات بيسموه كونستراكتور وحبيت انا اللغات دي والله يعني كانت جميله جدا بسموه كونستراكتور انت عامل تليفون قلت له ليه؟ صريحه يعني ما لغات قال لك يبقى في لغات قالت اسمها اسم كونستراكتور كلمه ايه؟ في لغات قالت اسم الكونستراكتور كلمه كونستراكتور وفي لغات قالت اسم الكونستراكتور يكون اسم نفس اسم الكلاس كلها ايوه بالظبط الجافا قلت لي بتاخد جافا سي شارب كمان جافا سي شارب نفس الاسم نفس اسم الكلاس نعم نفس عشان السي شارب طبعا اسم الجافا فهي نفس اسم الكلاس تمام في لغه اللغات اللي هي الحديثه زي السكريبتنج لانجوج بتكتب كونستراكت لغات زي مثلا القديمه شويه الفي بي والحاجات دي كانت بتكتب نيوم وعندنا اهو لغه زي البايثون اختارت كلمه انيش مش كده شغال تمام يبقى هي الفكره كلها هو عباره عن مسمى كل الغرض منه ان الـ ان الكومبايلر او الانتربريتر اللي بيفهم لغه البايثون يعرف ان هي دي الكونستراكتور اللي هترن اوتوماتيك هترن اول ما كانت اوبجكت خلاص فيعرفها منين بسبب اسمها فهم اختاروا لها اسم مميز اللي هو ايش؟ يعني واضح تمام كده؟ تمام فانا جبت ايه انت عامل ايه دلوقتي؟ الكلاس ده الميثود دي اول ما بتعمل اي اوبجكت بتطبع على طول اوتوماتيك كلمه فيرست ستودنت اتش اوبجكت وبتطبع الاي دي بتاعته وبعد كده انت عايز تشتغل على ايه مش مهم عندها فانا هخلي نفس الكود هو بس هرن اول حاجه طبعا بص فيرست ستيتمنت ستيتمنت ان ايتش اوبجكت وانطبع الاوبجكت يبقى معناه ان الكونستراكتور ايه؟ فاير الكونستراكتور اشتغل وبعد كده قال لك بقى ايه؟ هوب على طول الثاني الله الله خد بالك بقى عشان الحته دي مهمه لان انا جيت عرفت عرفت الاول ستود 1 ستودنت 1 فقام رن الاول ستود 2
student 2 فعم تراني للكونستراكتور بتاعه. وبعد كده انت عايز تعمل مش مهم عنده. فهمتني؟ اول ما تعمل كانت اوبجكت يوم رامي على طول، اما كانت اوبجكت يوم مفاير على طول. ها؟ نعم واضح. واضح كده؟ نعم. تمام. عايز اقول حته ثانيه مهمه، لان لما نمسك الحته الثانيه دي هنقدر ناخد اكزامبل يكون كده ايه حلو يعني. ناخد اكزامبل بقى متكامل شويه، بس من غير الحته اللي جايه يبقى الدنيا صعبه شويه يعني. مش حلوه يعني. فانا هاخد مع الكل، يبقى كده اخذنا الفانكشنز او الميثودز واخذنا نوع منها اسمه الكونستراكتور. في واحد اسمه الديستراكتور هنبقى نتكلم عليه بعدين. الديستراكتورز بقى كله. في حاجه اسمها طيب. حاجه اسمها الانستنس اتريبيوتس. انستنس اتريبيوتس ايه الانستنس اتريبيوتس؟ او انستنس بروبرتيز او انستنس فيلدز. عم بنسميها فيلدز بس مشهور. الانستنس اتريبيوتس هي عباره عن اتريبيوتس او بروبرتيز يعني او 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 فيلدز خصائص موجوده في الانستنس كلاس. بس تلاحظ ان هي الانستنس اتريبيوتس دي لازم تديفاين في الكونستراكتور، بنعرفها جوه الكونستراكتور، عشان كده انا قلتها بعد الايه؟ بعد الكونستراكتور. وحبيت اقول الفانكشنز الاول لان الكونستراكتور تايب من الفانكشنز. تمام؟ طب يعني ايه ما فيهاش حاجه؟ تعال ناخد اكزامبل اوضح يعني بسيط. مثلا هنتكلم المره دي على قلنا اللي هي سميناها احنا ايه انستنس. انستنس جايه من كلمه ايه؟ هي بديله كلمه اوبجكت صح؟ لما جينا نشرح اوبجكت قلنا عباره عن انستنس صح؟ نعم. يبقى انستنس اتريبيوتس انا فاهمها صح، انستنس بروبرتيز افهمها صح، انستنس فيلدز برضه افهمها صح، كلهم معنى واحد. واحد قالها variables افهمها برضه صح. كل الكلمات دي بديله لبعض. لو قلت الانستنس variables مفهومه معناها ايه برضه. تمام؟ طيب. عشان اعرفها مثلا مثلا انا عايز اخد الاسم بتاع اليوزر، اسم الايه؟ الاسم بتاع اليوزر. او الايدج اللي هو الستودنت يعني. او الير السنه الدراسيه، اي حاجه. بس هنا بقى المره دي قيمه مش فانكشن. مش ايه؟ مش فانكشن. فممكن اجي اعمل هنا بدل ما اطبع انا في ليست مش عارفين مش عارفين انا اسيب السيلف تطبع، ولا اقول لكم بلاش مخيل، احنا خلاص فهمنا، بلاش حالات خيالنا، خلينا بساط. تمام؟ خلي الموضوع بسيط. عشان اللي يبص على المثال يبقى مركز على الحته اللي احنا عايزين نتكلم عليها بس. وانا جوه الكونستراكتور بتاعي وعامل كده سيلف، يعني الاوبجكت اللي انا فيه، الاوبجكت اللي انا فيه يعني الحكايه دي خاصه بكل اوبجكت على حده. خلاص كده دوت. قلت له مثلا ايه النيم، اسم الطالب ده النون غير محدد. تمام؟ سيلف دوت يير باي ديفولت حطيت واحد كده. القيمه بتاعت النيم والير بقوا في الميموري للستود 1 موجودين خانتين في الميموري، وبالنسبه للستود 2 موجودين خانتين في الميموري. بس انا هخلي ده بس بعد اذنكم اف نيم، واخلي ده سيلف دوت ال نيم لاست نيم. مش دي الاتريبيوت يا دكتور؟ مش دي كده الاتريبيوت بتاعت الاوبجكت؟ طيب مش فين بقى الاوبجكت؟ تحت بقى اللي هو الاس تي دي 1؟ ليه مش حاطينه قبل؟ لسه ما ناديتش عليهم بالاوبجكت. يعني حضرتك احنا بنعمل يعني بنعمل الاتريبيوت للاوبجكت قبل ما نحط الاوبجكت الاول؟ اه الاوبجكت ده اخر مرحله. احنا كله بنشتغل في الكلاس ده كلاس نفسه. كلاس نفسه بكده كل ده الاوبجكت ده بتاع الشغل، لكن احنا اصل التفصيل كله في الكلاس مش في الاوبجكت.
الاوبجكت ده استخدام. ماشي الاوبجكت ده ايه؟ استخدام. طيب حلو جدا. تلاحظوا بالفانكشن اسمها فول نيم انا كنت بعت باراميتر او ارجمنت اسمها فيرست نيم وواحده ثانيه اسمها لاست نيم صح؟ ممكن اقول له السيلف دوت الاف نيم بتساوي الفيرست نيم اللي اتبعت صح؟ حد زعلان؟ عادي الكلمه اللي انت بعتها احطها جوه السيلف اف نيم. طيب سيلف دوت ال نيم حطيت فيها اللاست ايه؟ ماشي لما اجي اطبع اقدر اطبع بمين بمين السيلف ال اف نيم والسيلف ال نيم. اها يعني عايز تقول لي ان اكل منها. طب وانا ارسمها ليه رسمه غبيه؟ انا ارسمها في اصلا حاجه اسمها الكلاس دياجرام. حاجه اسمها الكلاس دياجرام. فلما ارسم لكم بس خليها في رسمه توضيحيه مش عيب مش عيب. يعني اكني عملت الكلاس كده. كنت عامل كده كلاس اسمه ستودنت. تمام؟ وجيت جواه كنت عامل حاجه كده. حاجه زيها كده. خلاص؟ حاجه سميتها اف نيم ده مكان في الميموري كده تمام مكان يعني مكان في الميموري ممكن تتفاهم وحاجه ثانيه سميتها ال نيم ماشي الحال خلاص وجواه اثنين فانكشن عاملينهم الويلكم مسج والفول نيم صح يعني نقدر نقول اه وجواه عملت ايه؟ جواه عملت كده دي بقى طبعا عباره عن فانكشن فالفانكشن عباره عن مجموعه من الايه؟ مجموعه من الاوامر صح؟ دي هتكون مثلا اللي هي الويلكم مسج وممكن كمان يبقى عندنا فانكشن اسمها الايه؟ اللي احنا سميناها الفول نيم صح؟ ده كده شكل الشكل العام بتاعنا حتى الان ده الشكل العام بتاعنا حتى الان تمام؟ لكن شكل الكلاس اللي احنا بنيناه بنينا جوه الكلاس اتنين فيلدز تمام؟ واثنين ايه؟ واثنين فانكشنز. بالتالي الخيال مرسوم في الميموري. فانا كل واحد بقى كل ستود 1 بقى لو حبينا نعمل منه ده حاولنا نعمل منه ستود 1 ستود 1 بقى هيبقى ايه؟ قصه ثانيه. هتبقى عامله كده. هتلاقي الاف نيم احمد. والال نيم ها علي صح ودول بيرنوا